قال: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم. وفي رواية أن رجلا من أهل البادية أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: إنك مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديدا. وفي لفظ: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم. حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث أنس عفوا رضي الله عنه، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ والساعة لا يعلمها إلا الله، والدليل على ذلك نصوص القرآن. قال الله جل وعلا: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله. قل جل وعلا: يسألونك عن الساعة، يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند ربي، عند الله. يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله، وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعلم متى الساعة، كما في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب المسمى بحديث جبريل، وهو أم السنة. قال كما قال القرطبي: قال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما قال للرجل: ما أدري أو لا أعلم، أو سكته مثلا، وإنما نقله إلى ما هو أنفع، لأن الساعة علمها عند الله عز وجل، فنقله إلى ما فيه فائدة. فقال له، يقول عليه الصلاة والسلام: ماذا أعددت للساعة؟ ما أعددت لها يعني للساعة؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. لا شيء لا يعني بأنه لا شيء من أركان الإسلام والإيمان، لا، وإنما زيادة العمل الفاضل يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت، أنت مع من أحببت. قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت مع من أحببت. وهذه أعظم بشارة لأهل الإسلام، أن المرأة يوم القيامة يحشر مع من أحب. فإذا كنت محبا للنبي عليه الصلاة والسلام فأبشر، إذا كنت محبا لأصحابي فأبشر. ولذلك ماذا قال أنس؟ قال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل عملهم، وإن لم أعمل عمله. ولذلك الإنسان يوثق هذه المحبة سواء لمن سبق أو لمن هو معه في عصره حتى يحشر معه. والرواية الأخرى، رواية البخاري، أن رجلا من أهل البادية قيل بأنه هذا هو الأعرابي الذي جاء حديثه في الصحيحين لما بال في المسجد، قصة بوله في المسجد، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، يقول للرسول: متى الساعة قائمة؟ قال: ويلك، وما أعددت لها؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ويلك، وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها إلا أني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. فقلنا: ونحن كذلك؟ يقول أنس: ونحن كذلك يا رسول الله؟ قال: نعم. ففرحنا يومئذ فرحا شديد. جاءت رواية الترمذي: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحوا بشيء لم أرهم فرحوا بشيء أشد منه. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. ولذلك من أعظم
آثار المحبة في الله أنك تحشر مع من أحببت، ويجب على المسلم أن يعظم محبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المحبة يجب أن تكون مصحوبة بالاتباع. فمن الناس من يحب النبي عليه الصلاة والسلام لكن يخالف النبي عليه الصلاة والسلام، والقاعدة أن المحب لمن يحب مطيع. نعم.